يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ويقوم بعضهم بحفر قبر ووضع تابوت وجمع الناس عنده والوعظ والتذكير بالموت، فهل هذا مشروع؟ هل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقتدي بالرسول وسنة الرسول، الرسول كان يعظ ويذكر، وهل فعل أنه حفر قبر وحط تابوت؟ هذا كله من التكلفات والتنطعات التي ما أنزل الله بها من سلطان. الله جل وعلا يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هل قال احفر قبر؟ قال ذكر بالقرآن، ومن لم يتعظ بالقرآن فلا يتعظ أبدا. نعم.